خلينا نروح بعد كده لحاجه محترمه جدا. الخبر اللي جاي ده بصراحه، لان جميل جدا ان احنا يعني نقول ان الاجيال المختلفه يكون عندها او الجديده يكون عندها وفاء للاجيال اللي قبلها. دي حاجه مهمه جدا ولازم نكون كلنا بنتربى على هذا الشكل. بنتكلم هنا عن يوم الوفاء، او هي احتفاليه لتكريم اللاعبين القدامى، حضرها وزير الشباب والرياضه، وكان عدد كبير كمان من نجوم الرياضه كانوا موجودين. الاحتفاليه دي نظمتها الجمعيه المصريه لرعايه اللاعبين القدامى. الهدف منها ايه؟ تقديم الدعم والمسانده وتوجيه الشكر كمان للاعبين القدامى على ما قدموه لكره القدم المصريه. اعتقد حاجه محترمه ان الواحد طبعا. زي ما انا قلت كده يبص للاجيال اللي قبليه، وخصوصا ان احنا هنا بنتكلم من الجمعيه دي ما يعني ما هياش حديثه التاسيس، هي من 2000 تقريبا و7 من 2007، وفي نفس الوقت هي معموله لان خلي بالك يا كريم زمان برضو الرواتب وغيره ما كانتش او الارقام اللي بنسمعها مش زي دلوقتي، فهي بتقدم الدعم للرموز دي وفي نفس الوقت لعائلاتهم، لان يعني طبعا في فرق كبير جدا بين الارقام والمصاريف والالتزامات والحاجات اللي زي كده. قدام اللاعبين دول يا يعني نهاوند نحتوا في الصخر بالمعنى الحرفي، لا كان بقى في ساعتها وسائل تواصل اجتماعي ولا كان في ترندات، وزي ما انت بتقولي طبعا ما فيش وجه مقارنه اصلا بطبيعه الحال بحكم فرق الازمنه، يعني طبعا يعني اقل حاجه لازم تتعمل ويعني مبادره محترمه جدا الحقيقه من قبل كل القائمين عليها. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نروح نشوف كده تفاصيل الاحتفاليه ونرجع نكمل. أنا بشكر من قلبي في الحقيقة كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة المحترم اللي شايل على كتفه يعني ليس حمل ولكن خير، شايل في قلبه موضوعات أنا حاسسها عن قرب، وقد إيه لما بقعد معاهم بيتكلموا من قلبهم لوضع هم حابين يعملوه وحابين يجيبوا كل حاجة فيها خير لكل الرياضيين المصريين، لا سيما أو سيما قدامى كرة القدم. الجمعية المصرية متكرمة جدا إن هي تعمل تكريم لقدامى اللعيبة، وبتكون معاهم في صفهم في حاجات كتيرة، وعشان كده يمكن الناس في لعيبة كمان قديمة لعبت معاها منتخب مصر. الجمعية المصرية بتكرم قدام اللاعبين، ودي حاجة جميلة جدا وممتازة ان هي ان في ناس بتفكر في اللعيبة القدامى. قبل ما فكرة تكريم اللاعبين القدامى اللي هي مرة في السنة، احنا عندنا حوالي 180 أسرة كل شهر بنرعاهم ماديا ومعنويا وأدبيا، وبعد كده بنختار كل سنة 10 أو 15 لاعبين من اللي أصلوا الملاعب ولعبوا دوليا، بنحاول نكرمهم بنحاول نظهرهم بنقول لهم يا جماعه احنا فاكرينكم وبنرد لكم الجميل. انا كنت دايما بنادي بالحب والوفاء والاخلاص، لان ده السبيل وده ما كانش موجود في الرياضه المصريه. كان الواحد ممكن يموت يوم يبقى فيه نوع من التكريم والوفاء. الحمد لله ان احنا حضرنا واحنا احياء بمجموعه النجوم اللي احنا شفناها النهارده. انا طبعا اسعد واحد في الدنيا ان انا اكرم مع سياده الوزير يبقى موجود وكل رياضيين مصر موجودين، وطبعا شرف عظيم ليا من يوم الوفاء ان اكون مع قناه النادي الاهلي القلعه الحمراء العظيم. تكريم جميل جدا، خاصه ان هو من سياده الوزير اشرف صبحي ومن نجوم كره القدم ومن جمعيه القدامى اللي بتبذل جهد كبير جدا في سبيل رفع راية المدرب المصري ومساعدة كل مدرب محتاج ومعاشات وحاجات جميلة جدا بيدعمها نجوم كبار وبيدعمها رجال أعمال عظام. كرمت مرتين، مفروض النهاردة واحد ليا وأنا على قيد الحياة وواحد للكابتن زمزم الله يرحمه. فطبعا اللي عايز أقوله إنه كل واحد بذل مجهود وحقق بطولة الحمد لله بيبقى ليها مردود جيد عند الناس، فانا النهارده بشكرهم جدا انهم كرمونا واحنا على قيد الحياه يعني. انا بشكرهم جدا والله، يعني دي لفته جميله جدا، وبقول يعني ان كتر خيرهم وكتر خير الناس القائمين واللي بيدعموا
جمعيه قدام الرياضيين، لان انا اعرف انهم، انا على فكره انا كنت عضو معاهم، والناس اللي يعني اللي بيدعموهم من بره دي حاجه جميله جدا، وبشكرهم على هذه اللفته الجميله. يعني بشكر قناه الاهلي والقائمين عليها جميعا، حاجه جميله جدا، وانا متابع يعني قناه الاهلي وقناه كل القنوات يعني، ولكن قناه الاهلي ليها طابع خاص يعني بالنجوم اللي فيها وبالاداء وبالبرامج بتاعتها. بالنسبه للتكريم، تكريم جميل جدا وانا سعيد جدا بيه، لان ما شفتش النجوم اللي اتكرمت معايا دي من مده كبيره جدا، من يعني بتكلم مثلا في 40 سنه ولا 35 سنه، وحاجه كويسه جدا ان الانسان يكرم وهو موجود وهو عايش. بنسعد ان بنلاقي الاعلام بيؤازر هذا العمل، لان ده شيء جميل، واحنا وهبنا نفسينا لهذا العمل من زمان، مش انا بس، السبعينات انا وزمايلي اللي بيشتغلوا معايا كلهم، وكلهم نجوم كبار واسماء كبيره، وانت عارفه الاسم الكبير ده له ثمن يعني، فهم بيضحوا بكل دوه في سبيل انهم يسعدوا زملائهم ويطلعوا الحاجه اللي عايزين يعملوها كده. يمكن من الامور الطيبه جدا ومن الحاجات المميزه واللي خدنا بالنا اكيد منها من خلال مجموعه كلمات اتقالت في هذا التقرير، فكره ان احنا بنشكركم عشان بتكرمونا واحنا على قيد الحياه. النقطه دي فيها تدارك كبير لخطا وقع فيه صناع الفن في ازمنه سابقه، كتير جدا من الاوقات كنا بنشوف، بس الحقيقه مش دلوقتي، كان زمان بيتم تكريم الفنان بعد ما بيرحل عن دنيانا، فبتلاقي ان حد من الورثه هو اللي طالع بياخد الدرع. الفكره مش في عمليه الدرع، الفكره فكره ان انت بني ادم فنيتي عمرك كله، ما بخلتيش بعطائك باي شكل من الاشكال، الكلام ده طبعا فنيا وفي حالتنا دي رياضيا. على كل اقل حاجه تتكرمي وانت على قيد، تحضري اللحظه دي بنفسك. صحيح، يعني انا بتفق معاك جدا، مش بس في الفن ومش بس في الرياضه، يعني على كل الاصعده بصراحه عندنا طبعا رموز كتير مصريه شرفتنا في الداخل وفي الخارج، وقدمت كتير جدا يعني لينا احنا حتى كجماهير، فاعتقد واجب جدا ان يتم التكريم اثناء طبعا حياتهم. انا بتفق معاك، بس يمكن الموضوع ده شويه ابتدى يتغير كتير مؤخرا، ده كتير يعني مؤخرا مهرجانات وحاجات زي كده شفنا ده، فيعني خطوات اهي دلوقتي نقدر نقول ايجابيه بيتم التكريم. شيء محترم جدا وفي بعد انساني في منتهى الاهميه.